انا عايزه اقول لحضرتك يا دكتور، كل يوم الطب في جديد، ومش بس كده كمان، ده مش جديد، ده دي طفرات هائله جدا. فكره ان احنا نعالج الام العظام بدون جراحه وعمليات، اصلا كفايه فكره الدخول اوضه العمليات دي حاجه مرعبه جدا. ففكره ان احنا نعالج الالام ومشاكل العظام، لان مشاكل العظام كبيره جدا وبتتفرع لتفاصيل كتيره جدا، ففكره ان احنا نعالجها بمنتهى البساطه والسلاسه وكمان من غير دخول العمليات وجراحة، بجد دي حاجة مهمة جدا. فاحنا كلنا والسادة المشاهدين عايزين بقى نعرف ايه الحكاية. يعني انا ذات نفسي انا اتشوقت، ايه الحكاية يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش بس كده، تخصص علاج الألم تخصص حديث، يمكن بدأ في الفترة اللي فاتت، وفي شهد تطورات وطفرات كتيرة أو في الكام سنة اللي فاتت دي. أوجد كمان حل للحالات اللي هي كمان التخصصات الأخرى صعب إنها كانت تعالجها. لو خدنا كده على سبيل المثال مرضى السرطان بيعانوا من آلام كتيرة جدا، ودي كانت بداية تخصص علاج الألم. ثم شهد بعد كده ثورة وبدأ يحصل في تطور في علاج آلام المفاصل بدون جراحة، وعلاج آلام العمود الفقري بدون جراحة. كل دوت خلى كمان وسائل حديثة تم اختراعها، حاجات جديدة، أدوات جديدة، حاجات نقدر نشوف بيها، السونار الحركي، الأشعة الفلوروسكوبية، الأشعة التداخلية، إن احنا ندخل على أماكن الألم بالتحديد وإحنا شايفين وعارفين إحنا رايحين فين وبنعمل إيه. علاج آلام الانزلاق الغضروفي ممكن نعالج حوالي ناس كتير جدا بيعانوا من الانزلاق الغضروفي وآلام العمود الفقري بالظبط كده، وممكن إن شاء الله نعمل لها حلقة كاملة. احنا بقى في الجديد احنا بنقدمه عندنا علاج الالام ديت بدون جراحة، دي اول حاجة. 96% من مشاكل العمود الفقري نقدر نعالجها بدون جراحة، بدون تدخل جراحي. 96 ده رقم عظيم. طبعا دي حاجة الحمد لله، وعايز اقول لحضرتك انها بتبقى علاج ان شاء الله، مش مجرد ان احنا تسكين الالم، عشان الناس بتبقى فاهمة وانا هروح اعمل اصل الحقن دوت هعمل تسكين. لا، هو مش حقن، هو الحقن ده ممكن يبقى حقن، ممكن يبقى حقن تداخلي لمكان المشكلة، أشيل الغضروف، ممكن أشيل الغضروف بالحقن بالليزر بالتردد الحراري لعلاج الألم المزمن، ممكن أشيل الشفط وأشيل الغضروف المنزلق الخارج باستخدام المنظار الغير جراحي. كل ديت أدوات نقدر نعمل بيها علاج لألام ومشاكل العمود الفقري من غير ما العيان ده يقدر يخليه ياخد بنج أو يخضع لتداخلات بدون جراحة. الجديد كمان نتكلم فيه هو علاج الطب التجديدي. الطب التجديدي أو ريجينيتيف ميديسن هو برضو من الحاجات اللي وفرت لنا أدوات حقن تانية ومواد حقن تانية غير الكورتيزون المتعارف عليه اللي ليه مشاكل كتير ولثبت علميا إن هم ليه تأثيرات سلبية. فالطب التجديدي أوجد لنا حل، سواء كان بقى استخدام الأكسجين النشط، البرولوسيرابي، الخلايا الجذعية، البلازما، والبلازما البلازما علاج للتهاب، البلازما داخلة في كل حاجة، علاج رائع. وده الجديد كمان فيها إن مش بس البلازما، يمكن في خدت برضو في بعض الناس يقولك أنا في ليه أنا عملت بلازما ما استفدتش. في حل، في حل، في كل يوم في جديد، كل يوم في تطور، أدوات مواد بتستخدم نحسن من كفاءة ونعالج بيها ونرفع من كفاءة الحقن التداخلي بدون جراحة.